ادير سلطة الفول الاخضر للدايت. عندي فول اخضر انا مقشراه وسلقاه، خلاص متقشر يعني دي متقشرة كده. عندي بسلة وجزر مسلوقين برضو، طماطم، بصل اخضر، كزبرة خضراء، شبت، زيت زيتون وخل او ليمون، يعني خل او ليمون مش فرق. عندي فلفل اخضر اختياري او فلفل الوان ده اختياري. عندي ملح وبصل وثوم بودر، بابريكا، كمون، زعتر، روزماري. في بولة هنقوم حاطين الحاجة كلها على بعض. خلاص دي البسلة والجزر المسلوقين، الفول الاخضر اللي قلنا مسلوق وانا مقشراه بعد ما اتسلق، البصلة الخضراء، الطماطم ببقى شايلة البذر بتاعها، خلاص بتبقى كده. عندي بعد كده الكزبرة الخضراء، عندي الشبت اهو. بعد كده هنحط زيت الزيتون، عندي الخل او الليمون، انا بصراحة يعني الليمون خلص من عندي. البهارات كلها على بعض هنقوم حاطينها، اللي هي قلنا ملح وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا وكمون وزعتر وروزماري، هنقوم حاطينها كلها. هنقلب بقى ايه الحاجة كلها على بعض كده. دي تعتبر وجبة كاملة للناس بتوع الدايت، وجبة سهلة جدا ومفيدة. الفول طبعا مليان بروتين، غير الالوان اللي في الطبق جميلة جدا، يعني جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بس كده السلطة خلصت وبالهنا والشفا.